المعلق الرياضي الجزائري ما نسمع منه شخصيا الجزائري الشهير الاستاذ حفيظ دراجي. اهلا وسهلا بكم، منور مع معتز يا استاذ حفيظ. يا مرحبا اخ معتز، منور انت كذلك، ومساء الخير لكل المشاهدين، اهلا وسهلا. تحياتي لك. تبدو اي متابع الفتره الاخيره يجدك مشتبك حقيقي ومهموم بالوطن بشكل كبير. كمواطن جزائري كيف استقبلت النهارده تصريحات القائد صالح رئيس الاركان سيد حفيظ؟ والله مثل الكثير من الجزائريين كان فيه تباين، ولكن كان فيه في نفس الوقت اجماع على انه فيه رائحه تحايل من جديد على مطالب الشعب التي رفعت شعار الرحيل كلكم. اي نعم، الشعب يرفع شعار الرحيل كلكم، ولكن هناك امور سياسيه وامور تقنيه يجب ان تتم سواء بطرق دستوريه او بطرق سياسيه. كان فيه اقتراحات كثيره جدا، وكان فيه مطالب مختلفه جدا، ولكنها كلها تجمع على ضروره رحيل هذه الجماعه. اذا حبيت تعليقي على ما قاله اليوم قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، أنا عندي ملاحظة بالإضافة إلى ما كتبته. عندي ملاحظتين، واحدة من حيث الشكل وواحدة من حيث المضمون. من حيث الشكل، بأي حق رئيس الأركان يقترح أو يطالب أو حتى يأمر، سميها ما شئت، بتطبيق المادة 102؟ بأي حق وبأي صفة يتحدث قائد الأركان والحكومة أقيلت؟ يعني هو نائب وزير أول، الحكومة أقيلت، إذا تحدث باسم قائد الأركان، دستور الجزائري ينص على أن الجيش يبقى بعيد عن السياسة ولا يتدخل في الأمور السياسية. أما من حيث المضمون، الأمر المثير للتساؤل في اعتقادي هو هل فيه توافق بين قائد الأركان وبين الرئاسة، أقصد السعيد بوتفليقة بالضبط، لأنه الرئيس بوتفليقة غائب ومغيب منذ زمان. هل فيه توافق لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ولو بالتضحية ببوتفليقة وإنقاذ الجماعة، أم مثل ما كتبته في صفحتي على الفيسبوك هو انقلاب مبطن؟ كل شيء في اعتقادي متوقف على ما سيأتي من بعد. أولا، إذا قام رئيس المجلس الدستوري باختيار مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، عندما أتحدث عن اللواحق والتوابع والجزئيات والتفاصيل التي تأتي من بعد، أقول بأنه كل شيء متوقف عليها. ما سمعناه اليوم من رئيس الأركان الجيش الوطني الشعبي، هل سيتم من دون حكومة؟ هل سيتم من دون هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات؟ سنجد أنفسنا أمام فراغ دستوري آخر، سنجد أنفسنا أمام مأزق. تصور لو المجلس الدستوري غدا يختار مجلس الشعب الوطني ومجلس الأمة بأن الرئيس غير قادر، وإحنا ما عندنا لا حكومة، عندنا فقط رئيس حكومة ونائب الوزير الأول، وهذا قائد الأركان الذي يعتبر نفسه نائب وزير أول ويتحدث حتى في الأمور السياسية. في اعتقادي طرح موضوع تطبيق المادة 102 بهذا الشكل قد يعتبره البعض حلا دستوريا يراد من خلاله ترحيل بوتفليقة واستمرار المنظومة، وقد يعتبره البعض الآخر انقلابا على الإرادة الشعبية، لأنه لو سمحت لبوتفليقة أيضا نفس هذه الجماعة بما في ذلك قائد الأركان وبما في ذلك الأحزاب الموالاة التي رحبت بهذا الأمر، هؤلاء كانوا قدموا ملف الرئيس للرئاسيات منذ 3 أسابيع. صحيح. وهذا الملف فيه شهادة طبية تثبت بأن الرجل مؤهل. كيف يكون مؤهل منذ 3 أسابيع وغير مؤهل صحيا اليوم؟ ويجب إعلان العجز الذي سيمر على برلمان فيه أغلبية أيضا كانت تدعو 3 أسابيع من قبل، كانت تدعو للغدة الخامسة وتقول بأن الرئيس في صحة جيدة. الأخضر الإبراهيمي الدبلوماسي على كبر سنه شهد شهادة زور عندما قال منذ أيام بأن الرئيس في كامل قواه العقلية وهو الذي يسير وهو الذي يأمر. هذه هي التناقضات الموجودة اليوم في هذا المشهد السياسي العسكري الشعبي في الجزائر اليوم. طيب سيد حفيظ، بغض النظر عن الرأي والرأي الآخر، قلت جملة مهمة أنه الأهم ما سينبني على هذه التصريحات، وهنا يبقى السؤال انه البعض بيعتقد انه المؤسسه او من يخطط، وهذا التخطيط ليس فقط على مستوى بسيط لكنه على مستوى عالي جدا، بيجر الناس ثانيه في ثانيه للطريق اللي هو عايزه، في حين ان الشعب لا يوجد من يعبر عن الخريطه الذي يريدها هو، فكيف ستجري الامور؟ لا، الشعب عبر يا معتز يا اخي، الشعب عبر وقرر ولن يتراجع، ومن يطالب بظهور أسماء تمثل الحراك راه يحلم، لأنه عندما يطالبون الشعب بإبراز من يقودون هذا الحراك، نحن نطلب منهم أن نسألهم لماذا؟ تريدون التحاور؟ نريد أن نتحاور معنا الرئيس،
أو نريد أن نتحاور مع السعيد بوتفليقة. ما عدا الرئيس أو السعيد بوتفليقة لن نخرج لكم، الشعب لن يخرج لكم ممثلين عن هذا الحراك. إنهم في مأزق كبير اليوم. المأزق هذا هو نتاج 20 سنة من الممارسة لا يسميها سياسية، من 20 سنة من التحايل، 20 سنة من الخبث، 20 سنة من النفاق، 20 سنة من الجهل، 20 سنة من الفساد، 20 سنة من كل ما يمكن أن يوصف عن عصابة بين قوسين. سمحني على استعمال هذه الكلمة، أنا كنت دائما أعتبرهم جماعة، ولو أنه الجماعة في بعض الأحيان قد تكون جماعة خير ولا تكون جماعة شر، خاصة عندما يتعلق بوطن، خاصة عندما يتعلق بشعب. الشعب الجزائري يا أخ معتز خرج وصار وقرر الرحيل كل الجماعة، ويجب، وأنا في اعتقادي يمكن أن نمر إلى حل سياسي وليس إلى حل دستوري، لأن ما قاله قائد الأركان هو ليس من صلاحياته، لذلك قد نعتبره قطعة بمثابة قطع للطريق أمام مقترح سياسي يدعو لتشكيل مجلس رئاسي أكيد سيطيح بالقائد صالح أولا، لذلك من حقنا أن نتحسس ونشكك ونتخوف لأننا لم نعد نثق في هذه الجماعة. هذه النقطة شديدة الأهمية أستاذ حفيظ، وهو إن أنت ذكرتها ووعدت كررتها تاني، ما هي الحيثية اللي تخلي القائد صالح يتكلم باسم البلاد؟ لم أرى غضبة كبيرة من الأحزاب السياسية، وكأنه بأي سبب هو الذي يتحدث ويرسم خارطة الطريق، في حين أن ده واحد من المطالب الشعبية، أنه زي ما قلت هيكون من الناس اللي سترحل مع رحيل النظام بأي شكل. أخ معتز، الشعب في الجزائر استعاد سيادته، هذه الأحزاب التي تتحدث عنها هي في آخر اجتماع مع احترامي لها فيهم الكثير من المخلصين، البعض منهم هو الذي دعا الجيش لكي يرافق، تعمل كلمة مرافقة، أنا لا يرافقني الجيش، الجيش يجب أن يرافق الدولة ويرافق الجزائر ويرافق الشعب ويلتزم بمهامه المخولة له في الدستور، وهي حماية خيار الشعب وحماية الحدود وحماية الدولة الجزائرية. هناك بعض الأطراف التي دعت الجيش علنا أو ضمنيا بأن يرافقهم ويبحث عن حل، ولكن الجيش ليس له أي دور، وبعدين بعض الوجوه في الجيش مطالبة من طرف الشعب بأن ترحل هي كذلك. لما في ذلك القائد صالح؟ ماذا يريد القائد صالح؟ يريد أن يبقى؟ لا يمكن أن يبقى وقد رافق بوتفليقة على مدى 20 سنة، لا يمكن أن يبقى وقد ساهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في حماية هذه الجماعة، لا يمكن أن يبقى، لأن الجزائر اليوم فيها 70% من شعبها أقل من 30 سنة، جزائر اليوم يجب أن يكون فيها قائد أركان عمره 40 و50 سنة، جزائر اليوم يجب أن يكون فيها وزير خارجية يلبس كرافات فراشة بابيون تسموها باللغة الفرنسية، ونعطوله طائرة ويتقن 5 لغات ويروح يجول العالم شمالا وجنوبا وغربا وشرقا لكي يرفع صوت الجزائر. هذه الجزائر التي نريدها، فيها العدل وفيها الحب، أنا لا أتحدث عن المساواة لأن فيها العدل وفيها الحب وهذا يكفي. جزائر اليوم التي ترك لنا بوتفليقة فيها الكثير من الحقد، فيها الكثير من الكراهية، فيها الكثير من الإقصاء، فيها الكثير من الفساد، فيها الكثير من التبذير، ضيعونا 1000 مليار دولار في ظرف 20 سنة، 1000 مليار دولار نبني بها جزائر أخرى ونبني بها عالم آخر، يجب أن يرحلوا، ولكن بالتي يحصل نحن لم ندعو إلى ثورة مسلحة أو ثورة تسيل فيها الدماء، يجب أن يفهموا ويرحلوا. الشعب قال لا للعهد الخامسة، الرابعة قال لا للعهد الخامسة، قال لا للتمديد، قال ترحلوا، عوض أن يرفع من سقف مطالبه ويذكركم بالاسم ويطلب محاسبتكم كل واحد باسمه. أخيرا سيد حفيظ، قلت أنك توافق على هذا، كتبت منذ قليل أنك توافق على ما قاله القائد صالح، لكن بشروط، لو حابب تقول الشروط للناس في ختام هذه المداخلة. طبعا في أول رد فعل الشروط التي كنا نتحدث عنها مع موافقتنا على المبدأ، لأنه يتحدث عن أمر دستوري، أنا لا أتحدث عن الشكل، من حيث الشكل هو لا يحق له أن يقترح، ولكن من حيث المضمون تطبيق مادة من مواد الدستور ولا واحد يعترض عليها، ولكن كيف نطبقها وإحنا ما عندناش حكومة؟ كيف نطبقها ونحن لا نملك لجنة لمراقبة الانتخابات؟ كيف نطبقه ورئيس مجلس الأمة الذي من المفروض أن يتولى الرئاسة لمدة
45 يوم زائد 90 يوم، هو مشكوك حتى في جنسيته. والقانون الجزائري يقول بأنه رئيس الدولة أو رئيس الجمهورية يجب أن تكون له الجنسية الأصلية جزائرية، يعني ما تكونش أصوله من جنسية أخرى. هو معروف عنه بأنه أصوله من جنسية أخرى واستفاد من الجنسية الجزائرية بعد الاستقلال. كيف سنتعامل مع الدستور الذي وهذا الاعتراض في الدستور؟ شروطنا هو أنه لما نريد أن نطبق مبدأ في الدستور أو مادة من مواد الدستور يجب أن تكون متوفرة اللوائح الأخرى التي نستند إليها. اليوم نطبق المادة 102 ولكن أين هي الحكومة؟ صحيح. نطبق المادة 102، أين هي لجنة الإشراف والتنظيم والمتابعة على الانتخابات التي يجب أن يتوافق عليها الشعب؟ لأنه لا يمكن أن يعينوا لنا وزير أول من الجماعة ويعينوا لنا رئيس اللجنة من الجماعة وأعضاء الحكومة وأعضاء اللجنة من الجماعة، بقينا ندور في نفس الحلقة. بعد ذلك سيتجددون ويعيدون بعث مرشح من مرشحي الجماعة ويستمر الاستحواذ والاختطاف لهذه الجزائر. سيد حفيظ دراجي المعلق الرياضي الجزائري الشهير، بشكرك شكرا جزيلا معنا، كنت معنا على الهواء مباشرة تعليقا على اقتراح رئيس الأركان الجزائري بتطبيق المادة 102 من الدستور باعتبار كرسي.